إذا خرج الإنسان من رمضان يسأل نفسه: هل خرجت من رمضان أحسن حالا مما دخلت؟ أم أنا على حالي لم أتغير؟ أم ازددت سوءا؟ الأصل في فرضية الصيام أن يغير عادات الإنسان، أن يتغير الإنسان بعاداته. فإذا دخل عليه رمضان وفيه عادات سيئة، فإن الصيام ما يزال يحرمه من عاداته السيئة ويباعده عن تلك العادات السيئة حتى يتحصل على الخلاص منها، حتى ولو لم يتحصل على أضدادها، يعني ولو لم يتحصل على العادات الحسنة فهو يتخلص من العادات السيئة. الصيام إنما فرض، وفيه هذا المسلك التربوي، أن يخلص الإنسان من العادات القبيحة ومن الخصال الذميم. فإذا دخل رمضان وخرج منه الإنسان وقد ازداد إسرافا، فلم يتعلم الإسراف على وجهه إلا في رمضان، لو لم يكن قبل رمضان مسرفا ثم دخل عليه رمضان فأسرف لكان مسيئا إساءة بالغة. لو كان الإنسان في غير رمضان على عادة قبيحة فلم يتخلص منها في رمضان فهذا شيء يؤسف له، لم يؤثر فيه الصيام، وقبوله عند الله تبارك وتعالى على شفا، يقبله أو يرده ذلك في المشيئة. وأما إذا ما تخلص الإنسان من العادات الحسنة في رمضان وتحصل على العادات السيئة في رمضان، من مثل إدمان السهر مثلا في غير ما هو مفيد، فإن الناس يدمنون السهر في رمضان ما لا يدمنونه فيما سواه من الشهور من العام، فيتعودون السهر في رمضان، ينظرون إلى ما حرم الله رب العالمين ويقضون الليالي المباركات في معصية رب الأرض والسماوات، ويخرج الشهر وتتأصل العادة الذميمة التي تحصل عليها وأسفاه من رمضان، فأي شيء أنتج الصيام في نفس الإنسان؟ رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له، بل في الحديث الآخر مرة صعد المنبر فقال آمين، ثم صعد درجة فقال آمين، ثم ثالثة قال آمين، تعجب الصحابة فسألوه فقال أتاني جبريل آنفا فقال لي: من أدرك أبويه أو أحدهما على الكبر فلم يدخله الله الجنة فأبعده الله قل آمين، قلت آمين. قال: ومن أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. نعم، هذا حرمان، حرمان عظيم، أن يدخل شهر الخيرات وشهر الرحمات وشهر الرضوان وشهر الغفران وشهر العتق من النيران ويمضي المرء على ما هو عليه في عصيانه وبعده من طاعة الرحمن جل في علاه إلى أن يخرج الشهر وهو على هذه الحال. فكيف يستقيم للعبد يا عباد الله أن يجعل شهر رمضان موسما للزيادة من المعاصي فيقبل على المسلسلات الماجنة والأغاني المحرمة ويزداد إقباله على ذلك في شهر رمضان؟ إن شهر رمضان يا عباد الله فرصة لأن يقلع الإنسان عن الذنوب، وقد بان له بشهر الصيام أنه ليس بينه وبين الإقلاع عن المعصية إلا همة صادقة